مرحبا بكم في قناتي من جديد، ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم كما تعرفوا الفترة هذه فترة بوربدان، دونك لقيت استغليت الفرصة باش نعمل لكم خبزة بوربدان باللوز. هي سيتي روسيت اسبانيول، جربوها تعجبكم. جيتكم اليوم بقولة عجبتني نعمل بها في حياتي. استمتع بالأشياء الصغيرة، يوما ما ستنظر إلى الوراء ستدرك أنها كانت الأشياء الكبيرة. فأنا اليوم حبيت نبدل الأمبيونس بتاع الكوجينة، شريت كيلكو بلونت ما هماش مكلفين برشا، و أون ميم طون معناها هاد التغيير هذايا نحسو اللي هو باش يبعث فيا السعادة ويبدل لي المود نتاعي، باش نخليهم في الكوان تاع خزان المعول، ورغم هي حاجة بسيطة أسعدتني برشا. بالضبط في صندوق الوصف، وهذه هي المكونات بتاعنا. باش نسحقوا كعبه بيض، 75 غرام زبده ولا مارغرين كيما تحبوا، 200 غرام سكر تجمو زادة تنقصوا، 175 غرام فرينه، 180 مليليتر حليب، نص مغرفه قهوه ملح، مغرفه ونص قهوه خميره، كعبة بوربدان باش نحطوا العصير للغارنيتور، والزيست نتاع البرتقال باش نحطوه في وسط الخبزة، و90 غرام اموند افيلي للغارنيتور للتزيين، وزيست دورانج للتزيين، وشوية سكر للتزيين. نحطوا الفرينة تاعنا والخميرة والملح، ونخليهم على شيرة، خليهم على شيرة. من بعد باش نبداو الزبدة متاعنا نحطوها في المول، وباش نبداو نركضوها مع السكر، باش نبداو نركضو. كيف بعد ما ركضنا السكر والزبدة باش نزيدو البيضة ونركضو. بعد نزيدو الفرينة نتاعنا، بعد نزيد الحليب، بعد ما ركضناه بالحليب باش نصبو الزيست نتاعنا. ركضنا باش نحطوا عندنا مول من 20 ل 23 سنتيمتر، حطينا فيه بابي كويسون. تو باش نصبوا العجين نتاعنا. تو اللوز هذيا الافيلي 90 غرام باش نزينوا به الجاتو نتاعنا. بعد ما سخنا الفور باش نحطوها على 180 درجه لمده 40-45 دقيقه. بعد ما خرجناها من الفور وهي سخونه باش نزينوها بالسكر، باش نزينوها بالسكر هكايا، السكر اللي عندنا، وبعد هذيك البروتين العصير باش نسقيو بها الخبزه. بعد عندنا زيست بتاع لورانج نزينو بها، كل ترونش نزينو بها شويه زيست درونج. تو من بعد كيف نقصوهم بالطروفه تو نوريهم لكم كيفاش. هذه كانت رسالتنا اليوم، جربوها دوك تعجبكم، وما تنسونيش في الاشتراك والكومنتار واللايك، والى اللقاء مع رسالة جديده وفكره جديده.